السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وهي ملخص المباراة المنتخب، ملخص حصة تدريبية للمنتخب الوطني الجزائري. ننجمو نديروها قد رانا نبدا، راني نقولها لكم هذه وين نقولوا بلي المنتخب الوطني اكد لنا كلامنا تاع مباراه ما كاش مباراه صعبه. شوف رانا مستعمرين لافريكا، رانا مبلعين عليهم بالزكروم بالغانجو بالغانجو لي زافريكا، رانا مبلعين عليهم بالغانجو. اي منتخب راني نقول لكم ونعاود لكم، اي منتخب افريقي رانا مبلعين عليه بالغانجو، رانا مبلعين على الناس بالغانجو. شوف اداء تاع اللاعبين دي بروفيسيونيل، يعني يلعبوا بارتياحيه، يبغوا يماركوا يماركوا لك، يطلعوا يماركوا يجيبوا، رغم ان دو بيناتي، رغم ان شاهدنا كيفاش اسلام سليماني ويسجل هدف كسمو تاعنا، سجل دو وين ماركا دو بيت يعني بتمريره من عند محرز، سجل واحد صاحب راسه واحد بيناتي. شاهدنا كيفاش العمل تاع بليلي مع بن سبعيني، وين بن سبعيني وين يدخل بكل قوه يسجل الهدف الثالث. شاهدنا ضربه جزاء في البونجاح اللي سجلها وهداها للمولود تاعو، المولود تاعو الاول والجديد، يعني شويه لازم تكون شويه مساهمه، خاطر علاه نعرفوا باللي لي بيناتي هو اللي تيريهم يتيريهم محرز، لازم شويه يكون احترام بيناتهم، نتمنوا يكون احترام، هو كاين احترام بيناتهم ما كاش مشكل، بصح عندنا كيفاش جيبوتي اليوم اللي الناس بغاو يردوه، يعني بغاو يردوه باللي مباراه. انا شفت اختصاصيين يعني لاعبين قدماء وين يتكلموا قال لك جيبوتي مباراه معقده ويجب منا، يا ودي ما كاش يجب انا بوركينا فاسو، راني بوركينا فاسو اللي تفرج فيها اليوم، راهي من بوركينا فاسو، راهي مود راسي محمد، انا الشيطان. النيجر اليوم كو عرفت كانت ماركي بروميير ميتو دو بيت، النيجر كو عرفت اليوم كانت ماركي دو بيت بروميير ميتو، كو عرفوا كانوا يماركو دو بيت النيجر. تفرجوا على الملخص تاعهم دو بيت نورمال، تفرجوا عند دايرين نص ساعة، دايرين نص ساعة نص ساعة بريمير ميتو دوزيام ميتو، نورمال نيجر تربح بريمير ميتو تربح دوزير. رانا نشوف بلي ودي راني نشوف بلي المنتخب الوطني يعني بالطريقة هذه. أنا نقول هاكم شوف من نهار، شوف من نهار المباراة تاع كولومبيا بالك راكم شاهدين شنو قلت يا ودي، اي منتخب نقضبوه ندخلوه في حصه تدريبيه، كاين اللي فهمني وكاين اللي قال لك راه بالعاني هذا، لا ما كاش بالعاني، رانا اللي نقضبوه ماشي حصه تدريبيه. اليوم منتخب وطني مع جيبوتي ماشي حصه تدريبيه، رانا غالطين. حصه تدريبيه بمعنى كلمه، ما عندناش غالطين، حصه تدريبيه. انا شفت لقطه واحده، ما انا حاجه واحده برك اللي ما بغيتهاش من بن عمري داكارتو، ما بغيتهاش من داكارتو، خاطر هذه المباراه نورمالمون نربحوهم بالاداء والنتيجه وبدون فصل، يعني بدون مشاكل. هذه هي نورمالمون نفوزوا عليهم بالاداء والنتيجه، يعني ما كاش نورمالمون دوزيام ميتو فانيك ربعه خمسه. شوف اليوم وك هدرها ناليطو حنا في القرعه معاهم، ناليطو حنا معاهم في القرعه، شتا قال لهم كيسموه لونترينير جوليان، شتا قال لهم؟ قال لهم سوف تكون فضيحه كرويه في افريقيا. قالوا له شكون كيفاش غادي تكون؟ قال لهم الجزائر الله يجعل ما تربحناش من العشره الغاديك، دو بيت ضيعهم ونجاح، نورمالمون بروميير ميتو يخرجوا بستة، دو بيت هذوك اللي ضاعوا تاع بونجاح، نورمال يخرجوا بستة، نورمال. ستة هكا، ستة بريمير ميتو. المهم مشاو الثاني إن شاء الله بربي، اللي غادي نشوفوا كذلك تغييرات، يعني شوف هذه البارتية، شوف ربي كي جاب لنا، هذه البارتية يعني بالماضي دا نظرة وبالماضي ما كانش على بالكم، كان متاكد باللي يفوز، خاطش في الاخرى كيفاش شفنا اسلام سليماني عرف باللي داخل باش يفوز بالنتيجه بالاداء والنتيجه، داخل يفوز لازم بالنتيجه ولازم اسلام سليماني ماركي.
عليك انا تمنيت، يعني ما نكذبش عليكم تمنيت نشوف المهم دوزيام ميطو يعطي فرصه كيما نقولوا حنا الزرقان، تنجم تشوف الزرقان، نجمو نشوفو بالرحمه نشوفو يعني تشوف لعابه، ويبقى خيارات على المدرب، يعني نحترمو خيارات على المدرب، هو اللي يعرف هو لا يشوف، هو اللي راه قريب للعابه، يعني تشوف اللعابه بدون عناء، بدون عناء صاحبي. انا راني نخمم في الماتش، وامنوني بالله لا كيما اليوم نتيجه تاعنا وشفت كيفاش بوركينا فاسو، والله العظيم راني نخمم في الكاس افريقيا، خاطر علاه رانا متاهلين الماتش دو بارات، راني نشوف في الاخرى كسموها، راني نشوف تاعنا، راني نشوف الكاس افريقيا بوركينا فاسو نهار الثلاثاء. ناكدوا الكلام تاعنا باللي بوركينا فاسو تدي ثلاثه نورمال، تدي ثلاثه على الاقل ثلاثه، غادي من يصيروا روحهم ثلاثه، خاطر اللعابه اليوم ماشي ما لعبوش، المنافس قوي بزاف، قلت لك المنافس ضعيف بزاف، ساعدتنا يعني بدون ارهاق، يعني باش نعاودوا الريبرونو اللعابه يريبرونو بالخف، يعني بزاف صوالح اللعابه اللي راهم يلعبوا مريحين، مكاش بزاف كيما نقولوا حنايا لعابه ما عياوش، مشاو معايين لعابه ما عياوش، يعني ما عياوش، وهذه مليحه لنا حنايا، وزيد انتقال المغرب، يعني المده المسافه ماشي بعيده، كاين بزاف امور اللي راهي في صالح المنتخب الوطني باش نروحوا بالسيجار القطر، غادي ندخلوا بالسيجار القطر، هادشي راني كيما هكا راني نخمم صايب، نخمم في كيسموها في قول معايا ماتش دو باراج، راني نشوف الماتش دو باراج، مانيش نشوف انا في وراني دروك صايب غادي راسي كيما يقول لك كوب داراب وكوب دافريك، والملعب لعبوا بالسجوية يا خويا، حنا عندنا فريق كبير، منتخب كبير، اي منتخب يجي نربحوا نلعبوا بالسجوية نورمال، ما نعيو لا ريسانا لا والو، سان جوي راه خضر شباب، نلعبو في سان جوي، علاش يظلي بنادم يظلي مشغل راسه، بنادم البارح في الليل اليوم الصباح يهدر على السطات كي راه داير، يهدر على السطات كي راه داير، يهدر على السطات بزاف، عاقبوهم صنعوا لي سطات تاوعكم، يعني لازم الوزارة الشبيبة تصنع لي سطات تاوعها، ورانا في سان جوي، رانا في سان جوي نبردوه، يعني راه المباراة تاعك تشوف كيفاش. يديروا طالب للاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي والفيفا، خلونا ندخلوا نبردوه، خلونا ندخلوا نبردوه نلعبوا، نشوفوا الجزائر توحشناهم قدامنا، بارتيا كيما هذه تاع قسره، هذه قسره، هذه بارتيا قسره نورمال، قصرين بلا كريم، بلا كريم نلعبوا بلا كريم، لعبنا نورمال، والله لو وليت نضحك انا في هذو ثلاث ايام التوالى، وليت نضحك، علاه نضحك؟ مين يشوف لاعبين لعبوا في الفريق الوطني كيما ذاك طارق نحترمهم، بصح وليت نشوفهم مباراه معقده، مباراه تبقى صعبه، جيبوتي نبقى نقول هادو لعبوا كره قدم، هادو الناس لعبوا كره قدم، كيف هادو كيف لعبوا كره قدم، هادو كي لعبوا، هادو كي لعبوا كره قدم، بنادم يقول لك جيبوتي صعيبه، جيبوتي صعيبه، نتوما شفتوا جيبوتي صعيبه، جيبوتي جاو يطلبوا السلامة بركا يتصوروا مع محرز ويروحوا في الكوفرو، في الكوفرو الجوال ولا يقول المحرز ولا يقول له تعطيني تريكو تكمل البارتيه، ينيغوسي مع البارتيه تلعب ويقول له تعطيني تريكو، تا محرز قال له صح، قال له تفرش كونتر نيجيريا، قال له لا، قال له ما شنيش كي ماركيت كونتر نيجيريا، قال له تيراها هكا غادي يدخل الكارديا عرف كيفاش يوقف ويبلع وصايب، وصار صورتو محرز كيما يحطولوش ما يرقوش جوال، محرز ما يماركيش، محرز يبغي جوال راقد، محرز كي يشوف جوال راقد يعني يبانوا له كاع الخيالات يبانوا له، على هذيك نشوفوا باللي اليوم مباراة، هذه مباراة نقولوا اللي كسب نقاط ثلاثة وفقط، يعني ثلاث نقاط أهداف فانيك مليحة يا جماعة، رانا الحمد لله يا ربي، واش كنا نهضروا أنا نشوفوا بها، قلت لكم لازم الأهداف ما نأمنوش، الأهداف ما نتلقاوش أهداف، لازم الاهداف والقدام برك، لازم مكاش الرب، هذه هي لازم الفوز يعني والقدام، راهي بوركينا فازو فازت، يعني غني خلوها مورانا.
غادي يخلوها الربحه اللي ربحتها غادي يخلوها مور، خلوها مور تقعد تقعد. بوركينا فاسو غادي تريح، بوركينا فاسو ما غاديش تقلع مورها.